نحن الآن ضمن اجتماع نظمه نشطاء ومجالس محلية في منطقة خان شيخون. هذا الاجتماع تم خلاله توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن يتحمل كافة المسؤوليات الإنسانية والقانونية حيال ما يجري. أيضا تم توجيه رسالة إلى الضامن التركي أن يقوم بوضع حد لهذه الهجمة البربرية، علما أن هذه الهجمة جاءت بعد مؤتمر أسنان 13. الأخبار التي وردت إلينا بأن النظام لن يقتحم خان شيخون، وخان شيخون خارج هذه المنطقة، لكن الحقيقة هذا النظام لا أحد له ولا ذمة، والدليل الآن خان شيخون يقتحم الريف الغربي لمنطقة خان شيخون ويحاول السيطرة على كامل هذا الريف. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مدينة خان شيخون خاصة وريف الدبابة وكما الأمر في حماة الشمالي، ثبت لنا أن المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد لإجرام النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين.